السلام عليكم متابعينا الأوفياء، مرحبا بكم في محل جلال الديكور. أمي الحبيبة الغالية، خالتي العزيزة، خالتي مدام، جدتي الحنونة، عمتي الأنقة. فيديو جديد أنقة جدا نشاركك بها. قبل البداية فقط، أمي الحبيبة، المحلات أنا متواجدة في مدينة عين مليلة بالضبط، حنا مقابلين بازار علي بابا. شوفي خالتي، اليوم جبنا لك مجموعة من الديكورات الجميلة الأنقة، ديكوري بها عدة أماكن. شوفي ربي يبارك، أشكال جميلة أنقة رائعة، أشكال مدورة، أشكال غريبة، أشكال طويلة قصيرة، الله يبارك ما شاء الله، ما يقارب 50 أو 60 يعني موديل، الله يبارك ما شاء الله. شوفي دي موتيف ما تحكيش خلاص. دوك نبداو على بركة الله ونشوفو من صغير الحجم إلى كبير الحجم. نبداو بهذا المنظر. شوفي خالتي العزيزة، عندك هذا الفاز سير 50 نف، في لي كولير عندك هكذا، عندك هكذا، عندك هكذا، عندك هكذا، لك حرية الاختيار. هذا 50 نف. هذا الموديل الثاني كيف هاكي، شوفي فيه 50 نف. عندك هذا الشكل، هذا الله يبارك حتى هو شكل غريب ما شاء الله. هذا السعر تاعو 55 نف. عندك خالتي العزيزة الموديل هذا، الشكل هذا 55 نف، كيف كيف هاوديك. عندك الموديل هذا الصغير تاعو دير 50 نف، هذا كبير وهذا صغير، 55 50. نزيدو نشوفو الموديل هذا، هاوليك هذا السعر تاعو أمي الحبيبة الغالية 45 نف. ها شوفي خاتي 45 نف. عندك هذا دير 70 نف. عندك كيما هذه هكذا 45 نف. عندك كيما هذه هكذا 45 نف. عندك الموديل هذا 50 نف، في ديكودر الله يبارك ما شاء الله، ديكوري به أي مكان عندك في الدار، ها في الهول، في الشومبرا، في الصالو، كيما بغيتي. هذا يدير 40 نف. عندك الشكل هذا يدير 40 نف، في ديكودر اي موديل في ديكولير نشوفوه. هذا 40 نف هكذا. عندك كيما هكذا 35 نف، كيف كيف 35 نف. هذه منها 45 نف، ها كيفاش دايره، الله يبارك ما شاء الله. عندك هذه هكذا خالتي العزيزة 80 نف، 78 نف عفوا. عندك هذه 58 نف. عندك الاشكال هذه هكا 50 نف، لي منها 40 نف في ديكولير، بالاضافة الى هذو لي منها هذه 50 نف هكذا. عندك الشكل هذا هاوليك خالتي عزيزة 45 نف. عندك الشكل هذا 48 نف، هذا 35 نف. عندك هذه 65 نف، ها كيفاش دايرة. عندك الحجم الصغير 22 نف، الله يبارك ما شاء الله، بالإضافة إلى القلوب هذا هكا 50 نف الكبار. عندك هذه هكا 80 نف، هذو فازا ديكور الله يبارك ما شاء الله. عندك تاع 50 وكاين تاع 55 وفيهم تاع 60 نف، 50 55 60، هذا بما يخص هذا الأناق، بالإضافة إلى الموديلات الأخرى. هصبر لكم نشوف، تبعي معايا خاتي العزيزة. 58 نف الحجم الكبير، عندك هذو 55 نف، هذا الشكل 60 نف، عندك هذو ثاني 60 نف، هذو كامل تقريبا كبار 60 نف. عندك هذا 50 نف هكذا، عندك هذو منا 60 نف، عندك هذا 58 نف، الشكل هذا 55. عندنا الشكل هذا أمي الغالية 48. عندنا الإناء هذا اللي يغرسو فيه، هذا السعر تاعو 55 نف، تقدر تغرسي فيه عادي جدا. عندك هذا 50 نف في مليكولير، هاوليك كامل 50 نف، ها في مليكولير. خيري اللي يعجبك أمي الحبيبة الغالية. هذا بما يخص الديكورات الأنيقة الجميلة. عندك الموديلات كيما كديرو 60 نف، نزيد نهبطو منها ونشوفو. عندنا موديل كيما هذا يدير 45 نف في ديكولير، هاوليك هذا كامل 45 نف. عندنا هذه بورت ستيل الاولى كش ما تحطي فيها اي اناقه عبيتي، هذه 10 الاف. عندك هذه اللي منها 15 نف، هذه صوندري تاع دخان ولا تاع ستيلوات كيما بغيتي تستعمليها استعمليها، 15 نف. نزيدو نروحو نشوفو اناقه اخرى. عندنا موديل كيما هذا 65 نف، هذا قلنا 45 نف. عندنا موديلات كيما هكذا 48 نف، كيفاش حبيت تزيدي لهم ورد كيما هكا كيما حبيتي. عندك هذو 60 نف في هذه كودار، هذه شفناها 58. عندك الكاريات 65 نف، سواء كان قلوب جيو ثلاثة كيما راكي تشوفي خالتي العزيزة، هاهم ليك صغير متوسط وكبير 65 نف. عندنا قلوبة هكذا ثاني 60 نف، جيو ثلاثة حتى هما، هذا القلوب كنا شفناهم، يعني الله يبارك ما شاء ما يقارب تقريب 50 أو 55 موديل، ربي يبارك ما شاء الله، ديكورات ولا أروع ديكور بي مش حبيتي. نزيدو نروحو نشوفو أخرين مازال ما عدلتهمش. روحي تشوفي خالتي العزيزة، روحي. عندنا الموديل الثاني هذا، هاوليك جي صغير، هذا السعر تاعو 38 ألف. عندنا هذا الطبق 35 ألف، يعني ربي يبارك ما شاء الله، حويجات طوب تاع طوب، يعني من صغير الحجم إلى كبير الحجم ولا أروع ديكور ما شاء الله. أمي الحبيبة الغالية
كما كنت شتي انا قلت اليوم، واللي هي ديكور متعدد يعني الاحجام، صغير كبير متوسط معوج طويل، يعني ربي يبارك ما شاء الله، خيري وش يعجبك. الاسعار تبلي في متناول الجميع، ديكور يبدا من 22 الف وطلع، كان تا 15 الف 10 الاف، لك حريه الاختيار. متابعينا اوفياء، وصلنا نهايه الفيديو. قبل المغادره نزيد نشوفوا اكبر حجم كبير، هذا ديال 78 الف. عندك موديل كيما هذا هاوليك الكبير، خلاص نشوفوه ما بعرفنا السعر تاعو، يدير 145 الف. هذو كبار يعني ربي يبارك ما شاء الله، هذا 175 وهذا يدير 78. سما الديكور ربي يبارك الغالي يدير 145، في يعني الله يبارك ما شاء الله في متناول الجميع. خالتي العزيزة، خالتي مدام، جدتي الحنونة، عمتي الأنقة، كما كنت شتي أنا قلت اليوم، نقول لكم بارك الله فيكم على حسن المتابعة. دمتن أمهاتي الغاليات العزيزات في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.